تحية طيبة طلبتنا الأعزاء. في هذه المحاضرة سنتكلم عن موضوع The Derivative Rule. دائما من أطلب من عندك بالسؤال هاي القاعدة مباشرة تتذكر القانون التالي اللي هو عندنا القانون يقول Limit Delta X إلى الصفر F of ل ال X زائدا Delta X ناقصا اف اوف الاكس مقسوم على دلتا اكس. مباشرة تحفظ هذا القانون اللي امامك. مثال مثلا يجينا مثال يقول لك فايند مشتقة الاكس باي ديريفيتيف رول ديفاين اف، يحددنا بالدالة مثلا، يعطينا بهذا المثال f of x يساوي لنا x تربيع. فالحل مالتنا ايش راح يكون؟ مباشرة انه تكتب القانون limit delta x الى الصفر f of x زائدا delta x ناقصا f of x مقسوم على delta x. نجي نعوض، فيكون limit delta x الى الصفر، عندنا f of x هنا نشقد قيمته، هو مطينا x تربيع، يعني معناها هاي القيمة تربيع، فصير x زائدا دلتا x الكل تربيع، ناقصا f of x اللي هو مطيناها بالسؤال نشقد هنا x تربيع، اجي انزلها مباشرة على دلتا x، اقول تساوي لنا ايضا limit دلتا x الى الصفر، افك هذا التربيع، مربع الاول زائدا مربع الثاني زائدا 2 في الأول في الثاني زائد المربع الثاني، فمربع الأول اللي هو x تربيع زائد 2 في الأول في الثاني زائد دلتا x تربيع ناقصا أنزلها x تربيع مقسوم على دلتا x. هنا عندي x تربيع بالسالب وهنا بالموجب، فيمكن الاختصار بيناتهم. هنا عندي دلتا x وهنا عندي دلتا x، أطلعها عامل مشترك، ايش راح يساوي لنا؟ اخلي دلتا اكس عندي عامل مشترك، يبقى لنا 2 اكس زائد دلتا اكس مقسوم على دلتا اكس. هنا يمكن الاختصار بين دلتا اكس ودلتا اكس، اختصرها، ايش راح يبقى عندي؟ راح يبقى عندي ليميت دلتا اكس الى الصفر 2 اكس زائد دلتا اكس. احنا عندي بالسؤال هنا ايش دا يقول لي؟ دا يقول لي دلتا اكس تقترب من الصفر، يعني اعوض دلتا اكس صفر، فهنا اذا صارت هاي صفر راح يبقى عندي الحل 2 اكس. هذا هو حل الداله مالتنا. بما انه احنا تطرقنا لهذا الموضوع اللي هو قانون المشتقه، عندنا كيف نشتق اذا كانت عندي الداله بها اكسبونيشنال او اذا بها لين للداله. مثال خلنا ناخذ على هاي القاعدة. مثال مثلا عندي اني f لن ال x تربيع زائدا 3 x يساوي لنا لن الاربع ثابت، then find value قيمة of x. جت قيمة ال x، شلون احل هذا السؤال؟ حل هذا السؤال اجي اخذ الاكسبونيشنال للطرفين حتى اتخلص من اللين. اللين بما انه موجود بالطرفين بس مجرد اخذ الاكسبونيشنال، فاقول اكسبونيشنال لين الاكس تربيع زائدا 3 اكس يساوي لنا اكسبونيشنال لين الاربعة. بما انه توفر الاكسبونيشنال لين معناها يلغى، فتنزل الدالة اللي بين القوسين، فيصير اكس تربيع زائدا 3 اكس يساوي لنا 4. أنقل الأربعة إلى هذا الطرف، أصفر المعادلة، فيصير x تربيع زائد 3x ناقصا 4 يساوي لنا 0. أخذ فرق بين المربعين، راح يصير عندي x زائد 4 و x ناقص 1 يساوي لنا 0. إذن قيمة ال x إيش راح تصير هنا بهالحالة عندي؟ إذن هنا أنا عندي ال x إلها قيمتين، ال x زائد 4، إذا أنقل الأربعة لهذا الطرف إيش راح يصير؟ راح يصير x يساوي لنا سالب 4، فإذا القيمة الأولى ال x هي x يساوي لنا سالب 4، أو
إذا أخذنا الطرف الثاني نقول سالب واحد لها سالب موجب أو x يساوي لنا واحد، إذن هاي هي قيمة x، يا أما سالب 4 يا أما 1. انتهى حل هذا السؤال.